انا هم سولفت وياك على هاي الطياره مال صدام الخاصه اللي بتونس، هي كانت وديعه، كانت امانه، الولد رجعوها، بعتي هاي الطياره، زين ندفع عليها غرامات الان، ندفع عليها ارضيه، وين صار الموضوع؟ تناقشت بيانا. طبعا عاشت ايدك سميتها طائرة العراق مو طائرة صدام، يعني هي طائرة ترمز للسيادة العراقية. انت تعرف الان هوليوود سوت افلام قيمتها ملايين الدولارات حول موضوع اهمية ورمزية الطائرة الرئاسية، واذا تختطف واذا شلون الاف 16 ترافقها، فهاي الطائرة لها رمزية، لكن للاسف ما تعاملنا وياها بهاي الرمزية. كانت ثلاث طائرات في تونس في مطار سوسه، حتى مو بهناكر، ما مخلي بهناكر لحمايتها، الرمل والظروف الجويه حقيقه هواي مثل ما نقول سببت اضرار بهاي الطائرات. في سنه 2010 او 2011 دفع العراق يمكن 10 مليون دولار غرامه للتونسيين على جثوم، على ربوض الطائرات ارضيه ارضيه 10 مليون دولار، 10 مليون او 11 مليون دولار على ثلاث طائرات ولا طائره واحده؟ على ثلاث طائرات هناك رابضات في مطار سوسة. كان يفترض أن هاي الطائرات تسحب إلى العراق، قالوا هاي الطائرات ما بيها جدوى اقتصادية إذا جبناها، لا جدوى اقتصادية يدفع عليها غرامات، زين ما بيها جدوى اقتصادية لا تبقى، زين هذا بس إلى هاي اللحظة، بس دقيقة فدوى، روح رحمل أبوك الطيب يرحمه الله. هذا لما أجى من السيد الوزير، لما أجى من المسؤول، من قال له ماكو جدوى يدفع 10 مليون، هو هذا اللي لاخمة على حلقه ومكسر السونه بحلقه ومسوي له سحب وظيفه وطارده. من حققت بالملف، بس الله اللي يدري التهديدات اللي اجت الي وللجنه. ما معقوله احنا نهتم بايفاد او نهتم بالخروج بمؤتمر صحفي او الحضور في مناسبه معينه نهتم بها اهتمام اكبر من اهتمامنا باموال العراق اللي بالخارج واللي جاي ندفع عليها غرامات. وكما طالب كانت من القائد، من جماعه القائد الضروره، انه هاي الطائرات ذولي ما يستحقون يركبوها، وفعلا هذا اللي تحقق. بقت الطائرات هناك بحجه انه مو بها جدوى اقتصاديه، زاد ما بها جدوى اقتصاديه فككها وبيعها، ليش جاي ادفع عليها فلوس اني؟ كم واحد الان دي يموت لان ما عنده علاج سرطان؟ انا اكد لك المبالغ اللي دفعناها على ربوض الطائرات في تونس واللي راح ندفعها تعالج لها فد ألف عراقي. زين يا المسؤول على هذا الملف، اكو لجان مثلا اي كانت من المفترض المسؤول عنها باعتبار منين ابتدا الموضوع؟ من يا وزير من البدايه يدرب الطائرات ذني موجودات، وفي وقت دفعت 11 مليون دولار ارضيه، ياهو منهم. اول ما بدت القضيه الطائرات مملوكه الى رئاسه الوزراء، رئاسه الوزراء سوى التنازل عنها الى الخطوط الجويه العراقيه، تشكلت لجنه في الخطوط الجويه العراقيه. طبعا هذا بالمناسبه ما بي مسؤوليه تقصيريه لغايه دفع الغرامات، ما بي مسؤوليه تقصيريه، لا هذا واقع. اللي ودى الطائرات هناك نظام البائد اللي وداها تونس، مو العراقيين، مو اللي بعد 2003. دفعنا 10 مليون دولار، شكلت لجنه من قبل السيد الوزير هادي العامر في حينها، قال جيبوا الطائرات خلصونا من موضوع الغرامات وجيبوها، امر وزاري، امر وزاري، وشكل لجنة عليا الوكيل الفني بها وإدارة الخطوط، لكن ظل واحد يشمرها على الثاني، وهذا النتيجة إلى اليوم. اليوم هسه بعد أدفع عليها لحد أنا ما محسومة القضية. زين أنا لما جيت رحت وفد تونس على هذا السؤال، كشمهم شوف بقى، رحت التونس أنا وياي لجنة على موضوع افتتاح الخط العراقي التونسي، خطوط الملاحة الجوية والبرية والبحرية، حققنا إنجاز كبير، حققنا إنجاز كبير، والتونسيين وافقوا على إعفائنا من الغرامات على الطائرات، بس نجي نشيلهم، وكذلك يساعدوننا من خلال التونسية لصيانة الطائرات بتقييم الطائرة، هل بالإمكان صيانتها وهي بتونس؟ هل تعرف الطائرات مو بموديلها؟ عمي ما ريتها هسه بطلت، باخرة أحملها وأجيبهن، شنو فد بندلة؟ يعني الصعوبة هي طائرة تتفكك وحملها. هم مو بقت فعليه غرامات، اجيت رفعت التقرير الى معالي السيد الوزير ابشرك، زين نود ان نزف لكم كذا ان الجانب التونسي قد وافق على اعفاء العراق من اجور ربوض الطائرات في تونس، والامر بحاجه الى تخويل من سيادتكم عن طريق وزاره الخارجيه. زين الوزير السابق تدري ايش اسمه فجان؟ تدري ايش يكتب لي؟ الهامش ماله ما دخل الطائرات الرئاسيه
في موضوع فتح الخط. والله يحبك الوزير. يعني راح المصر عنده قضية هورت يدور وراك، رحت التونس لقيت طيارة وتجيبها ببلاش، يا أخي ما يحبك. أنا أخو ما اشتغل عند الخلفوه، أنا اشتغل عند الشعب العراقي. زين إيه؟ قال ما دخل. قال شنو وين الربط؟ شو ليش إيش دخلك أنت بقضية الطائرات الرأسية؟ إيش رديت عليه؟ لا أخو جاوبته بالشيء، بس غير من المفترض أكو فد إجراءات تصير، بس هي مو من صلاحية المفتش. هنا نقول بالقانون أنت مو من حقك كمفتش عم تحقق ويا الوزير. إحنا نحول حولت القضية أنا إلى رأس الوزراء، يا بهذا الوزير هيك يقول هسه من المفترض وفقا للقانون يصير تحقيق. رأس الوزراء جاوبونا قالوا هاي الطائرات مسؤوليتكم، إحنا تنازلنا عن ملكيتها لكم، من المفترض على هذا الهامش أن يتم تضمين كافة المبالغ، مبالغ الغرامات من ذاك الوقت اليوم.